ككل ثلاثاء لنا موعد مع شباك افتراضي وآخر وأهم أخبار عالم التطبيقات مع دينا طارق. مساء الخير ديما. مساء الخير دينا، مساء أهلا وسهلا الخير فيكي. مشاهدينا. نبدأ رحلتنا مع فيسبوك، حيث لا تزال تبعات الاختراقات التي تعرض لها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الشهير يشكل تزايدا خلال العامين الماضيين المتواصلة. فقد أعلنت شركة مؤخرا عن قرب انتهائها أخيرا من تطوير عدد من الأدوات والخصائص التي تكفل لمستخدمي الموقع مزيدا من الخصوصية. ويأتي على رأس تلك الأدوات الجديدة أداة تتيح للمستخدمين مسح تاريخ التصفح الخاص بحساباتهم كالروابط التي قاموا بالضغط عليها والصفحات التي قاموا بزيارتها وغيرها. ولم تعلن الشركة بعد عن تاريخ محدد لإطلاق تلك الخاصية، لكنها أكدت أن من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري. دينا، ما ميزة هذه الخاصية الجديدة؟ ديما، هذه الخاصية تتيح لمستخدمي موقع فيسبوك على مسح بياناتهم خلال تصفحهم لعدة مواقع قاموا بها خلال فترة وجودهم على الفيسبوك. تصفح على الفيسبوك صفحات الأصدقاء، صفحات موجودة على الفيسبوك، أم تصفح على الإنترنت بشكل عام؟ تصفح داخل الموقع فيسبوك، مثلا وجودك على صفحة مثلا فلان الفلاني فلان. فلانة، صحيح، هل الفيسبوك يحتفظ بهذه البيانات؟ صحيح، هو يحتفظ بهذه البيانات. لذا كثيرا ربما تبحثين عن منتج معين وفجأة يظهر كل الإعلانات، صحيح، يعني تترصد هذا المنتج وهذا البحث. هذا ناتج على أن الفيسبوك يحتفظ ببيانات البحث الخاصة بك. لذا الغرض بس الأساسي، الفيسبوك أم الإنترنت بشكل عام؟ بس لأفهم أنا ولا يفهم المشاهد اللي مثلي ما كتير له علاقة بموضوع التكنولوجيا. يعني إذا أنا بحثت عن منتج معين على سفاري لنفترض، بيطلع لي على الفيسبوك. صحيح، كيف بينتقل من السفاري إلى الفيسبوك؟ ليه بيطلع لي على الفيسبوك؟ هل الفيسبوك إذا هي اللي عم تتجسس على ما أتجول عليه على سفاري؟ صحيح، يمكن للفيسبوك أن يعني يربط بين كثير من المواقع التي تتصفحيها خلال موقع جوجل أو على سفاري، بأن يربط بين بحثك وبين الموقع. لذا أيضا تجدين الإعلانات تستهدفك. لكن هذه الخاصية بالتحديد هي لموقع فيسبوك فقط. لكن إذا كنت تسألين إذا كان يمكن الفيسبوك أن يرصد تصفحاتك خارج موقعي، فنعم هو يستطيع ذلك. لكن مبدئيا هذه الخاصية الجديدة تتمكن من مسح البيانات بحثك خلال أي فترة تختارينها. في انتظارها إذن. في انتظارها. ربما هذا الميزة الأساسية لها هي تجنب الإعلانات المستهدفة للمستخدمين. أيضا ربما هذا رد من إدارة فيسبوك على كثير من انتهاكات الخصوصية التي تعرضت لها موقع فيسبوك خلال الأعوام الماضية، أبرزها يعني بيانات 86 مليون مستخدم على الفيسبوك تم تسريبها لشركة بريطانية لتنميط سياسي خلال فترة الانتخابات للرئيس دونالد ترامب الأمريكي، خلال فترة انتخابه وأيضا خلال استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. نعم، شكرا جزيلا. شكرا دينا، هاي المعلومات ننتقل على الخبر الثاني. ديما، الخبر الثاني، تلقى تطبيق تيك توك مؤخرا غرامة بلغت نحو 6 ملايين دولار فرضها على الشركة المطول للتطبيق المشرع الأمريكي نفسه، وذلك على خلفية انتهاك التطبيق لقوانين خصوصية الأطفال من خلال جمع معلومات شخصية عن أطفال دون 13. وتنص القوانين الأمريكية على أنه لا يحق لأي تطبيق أو موقع إلكتروني جمع معلومات عن الأطفال دون 13 دون الحصول على موافقة الوالدين، وهو ما فشل التطبيق في الالتزام به. كما رفضت الشركة حذف البيانات التي تم جمعها حين طلب الآباء ذلك. كان التطبيق قد انطلق لأول مرة في الصين عام 2016 وأصبح شديد الرواج بين أوساط الأطفال والمراهقين فور إصداره عالميا عام 2017. وتزعم الشركة الآن أنها تمتلك أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريا في 150 دولة بالعالم. دينا، كيف يتجرؤون يعني على التغاضي عن القوانين التي تمنع طبعا استخدام
بيانات أو صور أو التواصل مع أطفال دون سن 13؟ هذا التطبيق أحدث جدلا، وليس هذا الجدل الأول الذي يعني يصدره. الجدل الأساسي هو أن هذا التطبيق لقى رواجا بين أوساط المراهقين والأطفال. ربما يوجد قوانين وقواعد تتحكم في أنه من المفترض أن لا يتم تحميل هذا التطبيق لمن هم دون سن 16، لكن هذه التطبيق غير مطبقة على أرض الواقع، فلا يوجد آلية للتحكم في المستخدم الذي سيقوم بتحميله. لذا نجد أن كثير من الأطفال يمكن أن يتعرضون لمحتوى غير لائق، ربما به إيحاءات جنسية أو ألفاظ خارجة، أو ربما حتى ديما يوجد الكثير من الألعاب والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال ويقومون بتجربتها، فبالتأكيد ربما تعرضهم نعم للإصابات الخطيرة وربما حتى الوفاة. ديما خبرنا للأسف يعني. وننتقل للخبر الثالث. الثالث. اختتم المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة فعالياته بنهاية شهر فبراير الماضي، وذلك في مدينة برشلونة الإسبانية. وقد سيطرت الهواتف القابلة للطي وشبكات الجيل الخامس على انتباه الحاضرين هذا العام وعلى مستوى الشركات أيضا. حظيت سامسونج بمجموعة هواتف جالاكسي S10 على اهتمام كبير من جانب الجمهور والإعلاميين. وتتميز هواتف جالاكسي S10 بشاشات أكبر وبطاريات أطول عمرا وأيضا كاميرات خلفية أكثر، وهو أحد الاتجاهات التي سيطرت على صناعة الهواتف هذا العام. دينا، ما هي أبرز الابتكارات يعني المتعلقة بالهواتف في هذا المؤتمر؟ أبرز الابتكارات هو يعني وجود الشركات واهتمامها بشكل كبير على الكاميرات الخلفية بشكل خاص. كما ذكرنا أن شركة سامسونج اهتمت بهاتفها الحديث بوجود 3 كاميرات خلفية، لكن نوكيا ربما تجاوزتها وأصدرت هاتف ب5 كاميرات يراه الكثير من كل ما المحللين. زادوا يعني عم بيتنافسوا بزيادة عدد الكاميرات. كل ما بتزيد الكاميرات كل ما جودة الصورة بتزيد، لذا كثير من المحللين والخبراء يرون أن شركة نوكيا حققت أعلى صورة يعني حدثت حتى الآن. أيضا ديما شركة LG لم تهتم كثيرا بالكاميرا والتصوير، لكنها أصرت على أن الهواتف الحديثة سوف تكون من الجيل الخامس. وأيضا إذا نعم. كانت كل الشركات اتجهت على أن تكون هواتفها قابلة للطي، شركة LG قررت أن هاتفها سيكون قابل للفصل. والله. طيب جينا، شكرا جزيلا على هاي المعلومات، شكرا. وبانتظارك الأسبوع المقبل مع معلومات أخرى أيضا. أكيد. والآن موعدنا مع أنا العربي من